طيب الفقره دي اسمها بتخاف ولا ما بتهددش؟ تخاف ان انت تدينا تليفونك نقلب فيه بشكل عشوائي ونشوف هيطلع لنا ايه؟ لا طبعا. انت مش عامل اي حاجه غلط؟ لا. اوكي استاذنكم يا جماعه حد من الكرو يجي ياخد يجي ياخد موبايل اسلام. اتكلم معايا كده. انت عامل باسورد؟ عارفه الباسورد بتاعته يا فاتن؟ اكيد. مش مديهالك طبعا. لا. انا غيرته؟ لا لا هو. بصي احنا هنقلب بشكل عشوائي هنشوف الصور ممكن ندخل على الواتساب على الماسنجر يعني اي حاجه هنشوف انت فعلا عارفه اهل اسلام كويس اصحابه كويس الصوره مثلا دي ممكن اسالك كانت فين كانت امتى فده هيبين انه فعلا في بينكم برضو نوع كبير من الحب والثقه وساعتها هتتعادلوا تمام طلعوا لنا كده يا جماعه بتشتغل الموبايل بتاع احمد عشوائي بالمره لا احنا نعمل ده مع التيم الخسران بس يا ريتنا كنا خسرنا كنت اتفرج عشان كان يبقى يومك اسود بس مش هما اللي الاسئله بتاعتهم كانت الاول المفروض ان هما يبقى عشان احنا كسبنا وانتوا خسرتوا فدي مرحله للخسرانين لا احنا يعني كسبانين هو احنا هي تيم 1 وتيم 2 تمام احنا بنبدا انتوا ايه اللي بنبدا مين ده يا فاتن؟ انت من غير شنب محمود صاحبه very good point اللي بعد مين ده؟ محمد صاحبه برضو very good point تانية يلا حلو قوي ماشيين حلو برافو فاتن اللي بعده ده مين؟ ده نبيل ده صح؟ صاحبه برضو؟ هيثم بس انت عارفاه تمام يعني بتحفظ الاسامي كده معانا كده معانا 3 بوينتس حلو قوي ماشيين حلو اللي بعده دي ايدي 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 ازاي ايه اللي ازاي لا ازاي دي تطلع كده مين دي اصلا يعني ايه ده هو ايه اللي انت لابسه انت متعرفيهاش لا 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 مين دي براحه بس انتوا كده بتهزروا يا جماعه مين دي قفلوا الكاميرات دلوقتي انت هتهزر رد عليا مين دي هما بيقولوا لي في فاتن بيقولوا لي في الكنترول روم ان الصوره دي من على الواتساب مش من على الجاليري واتساب ايه ده لابس بيجامه ايه ده محادثه لا, لا, لا طب انا معلش يا جماعه انا معلش ممكن نوقف تصوير لا مش هينفع الكلام ده يا جماعه وقفوا براحتكم انا عايز اعرف مين دي طب في محادثه مفيش حاجه مين دي لا تعال بيبي يعني ايه مش هينفع وانت اصلا قاعد في بيت بيجامه وايه ده مين دي تخرجوا فين يا جماعه احنا في برنامج يا جماعه على الهوا بعد اذنكم هوا ايه بس يا جماعه ده خراب بيوت ثواني بس ثواني ده هزار ده على فكره بصي لا مش هزار ما هي بالبيجامه وصورتك طلعي من صورتك من فين جماعه لا دي كده فضول ايه ده الصوره اللي ثانيه كمان اهي يعني مش واحده ازاي الكلام ده يطلع وبيجامه ثانيه برضو انت في ايه مين دي لا ما اعرفش الكلام تليفون ايه انت معاك رقمها كمان لا ايوه الرقم موجود على بقول لك في كونفرزيشن في محادثه على الواتساب ازاي ما تعرفوش ما اكيد يعرفها لا انا مش دي مش من العيله ومش من مش اخواته ومش قرايبنا ومش اي حد خالص دي ما اعرفهاش اصلا دي اول مره مش متسجل هو متسجل رقم وفي كام صور وفي تبقى اكيد مراته وفي بقى مرات انت كمان طب انت بقى مين يعني بنت خالته مرات ايه ثواني يا روز بس في فويس نوتس ازاي ما تعرفوش في فويس نوتس تحبي نسمع الفويس نوتس؟ لا ما ينفعش طب سمعونا يا جماعه الفويس نوتس لا نسمع خايفه اسمع كمان صوت ما تعصبيش نفسك كده بتنكر الصور بتقول ان هي متركبه كمان الصوت هيتركب انت مقرشف في الصور؟ لا والله انت دي كلها متقرشف لا انا لا يعني مش هينفع يعني ايه؟ يعني مش هينفع مش هينفع الفضايح اللي طالعه اللي بيوريهاني اللي انت مخبيها اللي ما كلمتنيش عنها اصلا هم بيقولوا لي ان هو مقرشف كل الكلام ده انت مقرشف؟ مقرشف مقرشف بتعرفش في الحاجه صح يلا يا جماعه سمعونا الفويس نوتس يعني ايه مش انت امال ده جه منين طب خلاص نسمع الفويس نوتس دي صورتك ببيجامه ايه التسجيلات نسمع بيجامه ايه جبتها امتى دي ودي مين دي اصلا هنسمع الرسائل الصوتيه يا فاتن الرسائل الصوتيه هو ايه اللي مش هينفع فهمني دلوقتي رد عليا رد عليا مش لما نروح انا عايزه افهم دلوقتي مفيش مروحه اصلا مش هروح كلم مش هروح كل ده ما تعرفهاش امال لو تعرفها مراتك ما
مراتك؟ مرات ايه؟ مرات ايه؟ مرات ايه؟ طلعني مرات ايه؟ مرات ايه دي اتجوزتها امتى؟ وحيد الله مش وقت مفيش حاجة اسمها ايه؟ متجوز عليها اوعى استني بس خلي مرات ايه اللي انت بتتكلم عنها دي؟ ممكن نخلي الموضوع ده مرات دلوقتي اتجوزتها امتى؟ بنت الموضوع ده صعب 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 كده ايش يا دي حبيبتي؟ ايش ممكن بعدين اصلا؟ طب اهدي بعدين ايه ده بس كده اه شايفهم فاتن اهدي بس نفهم يا فاتن ينفع كده يا فاتن تعالي يا حبيبي تعالي يا حبيبي بس اقعدي اهدي بس اقعدي هنفهم بس اهدي اقعدي اقعدي بس نفهم اهدي على فكره انا كنت عارف جهاز الكذب يعني المفروض حضرتك كنت عارفه من يا حضرتك اصلا المفروض حاجه زي كده ما تطلعش خلاص يا عاطف الجهاز بيكتب والصور معموله متركبه لا الجهاز ما بيكذبش عندنا الجهاز كان بيكتب اهو ده انت اه منك للاسف اللي زيك من فضلك بقى اسكتي شويه بقى مش ناقصاكي اصلا كل ده ما تعرفهاش وما لو تعرفها هتعمل ايه ما اعرفش في الصور ده ما اعرفش في المكالمه دلوقتي مفيش حاجه مفيش راحه اصلا مش هروح انا مش هروح انا مش هروح وادي استنضف على الاقل يعني استنضف مالها دي مالها دي؟ خلاص روح لها يا حبيبي طلقني لما هي مالها دي روح لها وطلقني طب اهدي بس لا مش ههدى طلقها هو قال لي خلاص اللي طلقها انت كمان خلاص فاتش انت بس على فكره هو لو كان جابها لي اختلفنا ايه مفيش حاجه اسمها عايز ما تستفزنيش يا مالا مش عاجبني بقول لك لو هو اللي مش عاجبني فيها لما هي عاجبك تتجوزني ليه اخس عليك اللي مش عاجبني فيها عشان اغيرها اللي غلاها طلقني انا وغيرنا انا وروح لها هي لا اله الا الله ما تعصبنيش اما رسول الله استغفر الله العظيم الله اكبر ما عرفش في الصور يا عاطف ما عرفشكم صح هو العرشفه عامله فينا انت تضحك انت مبسوط الناس طبعا يعني ايه الناس ما الناس هم اللي وروني فضايحك الناس يعني لو ما كنتش جيت الجيران ما كنتش عرفت كل ده ما كنتش عرفت ايه بس من فضلك مش ناقصه تزات خالص يعني تسكتي انا اسف هو حضرتك بتضحكي على ايه دي فضيحه انا مش فاهمه انت ايه مبسوطه بالموضوع يعني صراحه باللي انت قاعده انا لابسه قلنا ده مبسوطه بالموضوع لا شفتي ايه القرف ده رد عليا دلوقتي مين دي مالها دي هو ايه اللي مالها دي ما تعصبنيش لما نروح طب مفيش حاجه اسمها لا مفيش مروح اصلا انا مش هروح ليه مش هروح هو ايه اللي ليه روحها هي معاك البيت بقى قاعده معاك في البيت خلاص ماشي تعالي عايش تعالي يعني. بكره لا طلعني مفيش حاجه اسمها تعالي بكره اتفقنا عايش انت مستفز خلاص طب اهدي مالك انت بارد قوي بصراحه أوي. يعني بارد وخاين وكذاب ومقعش في الصور معروفه دي عندنا وعندش وجه بيسخنوا فيا يعني هم بيقولوا حاجه كدب مش حقيقه صح طب انت ايه اللي مش عاجبك فيه انا ترتت يا عم مش هي عاجبك لا مش عاجبني ايه شبهك اصلا طلعني انا مش عايزاك طلعني اغيرها بس طلعني بقولك طلعني تغير ايه طلعني اتوترت خالص الموضوع صعب بجد اتوترت خالص كده هنمشي عشان كده الموضوع مفيش مروح انت لسه متخيل ان انا هروح اصلا انت عايز ايه دلوقتي انا عايزك تطلقني خلاص مش عايزه اعرف مين دي مش هي عاجباك وان انت متجوزه طلقني انا في حياتك ليه طب خلاص مفيش حاجه هو ايه اللي مفيش حاجه مفيش حاجه طب فاتن فاتن ما تخربيش بيتك يعني ايه ما اخربش بيتي بيقول لي مش عاجبك فيها ايه واه كويسه طب خلاص هو لما هو عايزها وبيحبها انا معاه ليه انا ليه يمضي شيك على بياض كده انا مش عايزاه اصلا تكتبي الرقم اللي انت عايزاه وبعد كده يمشي عادي ايه ده خاين وكذاب وفضحت إيه مراتك بتفضح مراتك على الهوا ايه المنظر ده في ايه مال في ايه مالي مفيش انا كويسه واثق قوي من نفسك انا كويسه خدوا الموبايل انا كويسه ايوه انا ما عملتش حاجه غلط طب انا ما عملتش حاجه غلط طب انت متجوزني ليه هي مراتك بقالنا سنه متجوزين بقالنا سنه بقالنا سنه امال لو بقالنا 3 4 سنين كنت عملت ايه مش مشكله يعني ايه المشكله عليكي 3 يعني ايه المشكله عشان محلل لك 4 نعم محلل لك 4 اتجوز الاربعه بعيد عني وطلقني انا مش عايزاه مش هطلق مفيش حاجه اسمها مش هطلق ليه هو قال لي ليه مش هطلق هو قال لي ليه هو قال لي ليه انت بارد قوي انت بارد قوي وبجح قوي بصراحه وقلبت لي الحلقه انا عمري يا جماعه ما كانت الحلقه عندي بتمشي بالمنظر ده انا بعتذر لكل الساده المشاهدين بجد انا ممكن تعتذر عن الحلقه بعد اذنك انا لازم امشي دلوقتي لا ما ينفعش تمشي يا واحده ما انا مش هكمل الحلقه احنا على الهوا احنا على هوا جوزك فضحك عايز تمشي تروحي فين فضحني انا اللي فضحني هو اللي مفضوح بالبيجامه هو مع واحده اهي فضحني حلو كده صح حلو اللي انت حطيتني فيه ده هي عاجباك ومتجوزه ما تطلقني انا على ذمتك ليه هي مش عاجباكي في ايه يا عمي عاجبك انت هي مستفزه ومقرفه زيك انت مقرف
طب اهدي ما تنرفزنيش. متعصبه ليه؟ اهدي. هو ايه اللي متعصبه ليه؟ انت ايه الورود اللي انت فيه ده؟ اهدي انت شويه. بيقول لك عجبايه فاتن. اهدي مالك فيها؟ انت ايه اللي مش عاجبك فيها غيره؟ عجبك يعني حلوه؟ طلقني. شغاله والله. طب هي شغاله طلقني. انا معاك ليه؟ انت متجوزها وهي عجباك وهي حلوه، انا معاك ليه؟ اقعدي بس. طب فاتن ناقصها ايه؟ ايه اللي ما لقيتوش فيها عشان تروح تتجوز عليها؟ يعني ايه اقعدي؟ اقعدي بس، اقعدي يا فاتن. يعني اقعدي يا فاتن بس نفهم. مفيش حاجه خلاص. هو ايه اللي مفيش حاجه خلاص؟ مفيش حاجه بالنسبه لمين؟ بالنسبه لي وليك؟ لا بالنسبه لك انت، مش بالنسبه لي انا. طب اقعدي. لا مش هقعد يا فاتن. انت عملتي ايه؟ عايزه ايه؟ انت عايزه تعمل ايه؟ ما تهدي شويه. عايزه ايه انت؟ اتصرفي بسرعه. طب اقعدي بعد اذنك، مفيش جواب دلوقتي. طب اقعدي، مفيش جواب دلوقتي. مشكلتك فيها. طب اقعدي، مفيش جواب دلوقتي. مفيش جواب. فهميني. لا اله الا الله. انا لهوفه فرفوشه فاشونيستا. انت بتهزري وواحده ست زيك عندها. اقول لك على حاجه يا فرفوشه. طب اقعدي خلاص. بقى عني عشان اضربها بجد. انت بتضربيني ليه؟ وفي واحده ست زيك بالظبط عندها مصيبه. مفيش دعوه، خليكي في حالك. ايه يا فاتش؟ خليكي في حالك. انت مالك؟ ليه الموقف ده؟ ليه الموقف ده؟ ما تستفزنيش. خليكي حلوه. خليكي في حالك. انت مشكلتك فين؟ هو انت لما جوزك يخونك ابويا مش مشكله عادي. ما تستفزنيش من المبدا اضربك. مش كل ما يضربني هو انت كمان تبعد عني خالص بعد اللي انا شفته ده اصلا. لو عايزي لو عايزك فين حضرتك ابعد عني اضربك. مش ناقصاكي اصلا. استني اوعى ايه ده، قلت لك ابعد عني. ابعد عني. اسكتي اسكتي وانت كفايه عليكم. مش هي شبك، هي شبك. خدي نفسك. هي لايقه عليك، هي لايقه عليك. لا هي لايقه عليك، هي زيك لايقه عليك. واحده ست زيك فيها مصيبه. انا بجد فاتن فاتن هضربك والله. فاتن والله هضربك. سمعتي اغنيه رشش واجري؟ والله هضربك. لا هضربك هضربك. يا متخانه يا متخانه. في حلو كده. رشش واجري عاجبك كده؟ عاجبك كده اللي انت عامله فيا؟ عاجبك كده؟ جاي متهزلني في البرنامج. شوف انا هاجي قدام الناس. انت شويه المنظر كده. ضغطت على الناس. حلو المنظر كده. مبسوطه انت عامله فيا؟ طلعني. لا والله ما تطلعش. ما تطلعها يا عم. ست عمر. ابعد عني. الدلوعه الدلوعه. لا ما تعيطيش ما تعيطيش. ما يستاهلش ما يستاهلش. راجل يجي 10 يا خاين يا يروح. راجل يجي 10. لا ما تعيطيش من النبي. يروح راجل يجي 10. لا خلاص خلاص خلاص. بقول لك ايه؟ طب ممكن اقول لك حاجه بس ما تضربينيش. وحيات وحيات اغلى حاجه عندك. والنبي هقول لك حاجه بس ما تضربينيش. لا والله ما اقلب. لا اقسم بالله ما اقلب. اقسم بالله ما اقلب. انا والله ما اقلب. انت مش شايفه دي؟ بس دي والله ما اقلب. والله ما اقلب. والله ما اقلب. لا لا دي ما اقلب. عليك يا راجل، حرام عليك. بس